وغنمشيو مباشرة مشاهدينا نشوفوا البورتري الرابع لأهرموش عزيز من مدينة أيت ملول. الاسم ديالي عايز أهرموش من مدينة أيت ملول. أيت ملول هي واحد لا ريجيون اللي جات في مدينة أكادير سن 32 سنة. المشروع ديالي هو عبارة عن إعادة تدوير النفايات مع هذا النمو الصناعي والفلاحي كيخلف لنا مجموعة من النفايات. قلت علاش لا، هاد النفايات هادو نعاود نتمنهم ونخرج منهم دي برودوي اخرين اللي ممكن انهم نستغلوهم في نفس الامر اللي كانوا عليهم. انا على حسب ما قدمتي من خلال دراسه الجدوى ديال المشروع ديالك بان لي المشروع ديالك راه مزيان. حاول تختصر ولا تختصر على جوج ولا ثلاثه ديال المنتوجات، خرجهم الى حيز الوجود، يعرفوهم الناس مزيان. كنتمنى ان شاء الله انني نمشي في هذه المسابقه لابعد مستوى، وعلاش لا ما نكونش انا هو الفائز باللقب. أهرموش، شنو البورتري ديالك؟ اعاده تتمين وتدوير بلاستيك والخشب. وحدها عندك الهوايه ديال كره القدم. كره القدم هوايه الجميع. واش كتشجع غير مشجع ولا كتلعب الكره؟ لا كنت كنمارسها. كتمارس؟ وشنو كتشجع؟ هذا سؤال صعيب شويه. او صعيب حتى للدرجه هذه؟ لا بحكم انني كاين في هذا البلاطو. علاش خفتي من شي واحد يقول لك؟ لا لا ما خايف من حتى واحد. شنو كتشجع؟ في المغرب؟ اه الرجاء. الرجاء. امامك لجنه التحكيم، نتمنى انهم يشجعوك ان شاء الله. بون السلام عليكم، الاسم ديالي عايز هرموش من مدينه أيت ملول. بون المشروع ديالي عباره عن اعاده تتمين النفايات بحكم انني كنتواجد في واحد المنطقه اللي من بين اكبر المناطق الصناعيه في المغرب من بعد مدينه الدار البيضاء يعني أيت ملول، وكذلك من اكبر المناطق الفلاحيه في المغرب لان كتواجد أيت ملول في الوسط تاع قلب سوس ما بين شتوكا أيت باها وما بين هوارة. ما بين شتوكا أيت باها معروفه بالخضروات وهوارة معروفه بالحواميد، وميم طون مجموعه من المصانع مستقره بمدينه أيت ملول. هذا التطور ديال 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 الفلاحه والصناعه كينتج لنا مجموعه من النفايات. هادشي علاش فكرت انني نتمن هاد النفايات هادو عبر الجمع ديالها والفرز ديالها، وان شاء الله لي طاب سويفونت اللي كنفكر فيها انني ندير التمين ديال النفايات، بحكم انه الاكتيفيتي اللي كنمارس دابا هي تتمين البلاستيك، بحكم انه 52% ديال البلاستيك اللي كاين في المغرب، 52% اللي كتنتج المغرب ديال البلاستيك موجه لجهات سوس مسا. وعندنا البلاستيك في بعض الاحيان كيمشي فابور غير هكاك، يعني حنايا كنشدوه كنفرزوه وان شاء الله لي طاب سويفونت كنفكروا اننا نتمنوه، يعني عبر دي ماشين اللي ممكن اننا نخرجوا منه نفس، ما غاديش نقول نفس لي برودوي اللي كان فيهم، يعني نخدموا سيستيم ديال ليريغاسيون يعني بوتاغوت لكوتاغوت وميم طون تي برونج اللي متخصص بالالكتريسيتي والباياج. هادو بعض لي برودوي اللي غادي نخدموا عليهم. وميم طون كاين دابا دي كونفونسيون مع لي ستاسيون دومبالاج في مدينه أيت ملول، يعني كندير لهم لا جيستيون ديال لي ديشي، وميم طون مكلفين بالانفيرونمون اون جينيرال ديال لي ستاسيون وبعض الضيعات. والوبجيكتيف ديالي ان شاء الله انني نوصل بانه اي ضيعه واي اوزين ولا اي ستاسيون يكون زيرو ديشي. انتهى الوقت. سي عزيز تبارك الله عليك. مرحبا. اللي بغينا نعرفو هو البروجي ديالك زوين، واني بغينا تعرفوا عليك اكثر ونعرفوا شنو هو التكوين ديالك. التكوين ديالي انا هو ايكونومي اي جيستيون، وميم طون درت لي ميموار ديالي في لا جيستيون ديال لي ديشي في لا ريجيون سوس مسا. والان اش كتخدم؟ شنو الخدمه ديالك؟ دابا الدومين ديالي هو هذا، انني درت دي كونفونسيون مع دي ستاسيون دومبالاج. عندي شي وحده ديال عندي وحده ديال الجمع والفرز. داكور. موجوده واه في زون اندستريال أيت ملول. شحال ديال الناس كيشتغلوا معاك؟ حاليا دابا معايا ثلاثه. وشنو خصك؟ شنو هما المراحل المستقبليه؟ بون دابا شنو اللي بغيت نتمن هذا، ندير لهم ترانسفورماسيون ميطون الفالوريزاسيون، يعني غنحتاج دي ماشين. يعني عوض انني نشد بعض لي ديشي
ونبيعهم ندير لهم التثمين ديالهم، يعني ندوزهم في البروايول والريجيني وميمطون يدوزو في لاماشين ونخرج لهم دي زارتيكل اللي ممكن يتباعوا في السوق. وهذا البروسيس ديال لافالوريزاسيون درستيه تتمكن من المراحل ديالو؟ فوالا ممكن منها، يعني الغسل والتنشاف وداك الشيء، يعني تتميتريزي هذا البروسيس. اكسبيريونس ديال من 2013 قلبتي على الالات اللي فوالا واه قلبت عرفت الثمن ديالهم شحال؟ عرفت الثمن ديالهم وممكن انني نمونطيهم، يعني الا مونطيتهم احسن ما تشريهم. شحال التكلفه ديالهم تقريبا؟ بون الا مونطيتيهم يعني تقريبا غيخصك بحال كنهضر على ديال 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 البوتاغوت، يعني السيستم ديال ليريغاسيون او ميم طون ديال تيبورونج، يعني تقريبا غطلع لك بواحد 4 حتى 5 الملين. هذه لا ماشين بوحدها، يعني بلس ريجيني، يعني ريجيني عباره عن طاحونه اللي كترجع البلاستيك غبره. وميم طون دابا انت خدام في هذه الشركه؟ يعني انا دابا كندير الجمع. لا عرفت، ولكن يعني خدام عندك عندك مداخل نسبيا. علاش ما اتجهتيش للابناك ولا القروض الصغرى باش تاخذ هذا المبلغ هذا؟ صراحه ما توجهتش لهم. شنو اللي منعك؟ ماشي ما منعني، لكن اش نقول لك؟ لا بروسيدور صعيبه. مزيان جاوبني على هذا السؤال، عرفتي علاش؟ واحد العدد الشباب اللي تقدموا تيقول لك انا عندي وغندير وغنفعل، ومشى كيدخلوا لجوجل ويجيبوا التصاور الى اخره. راه 5 المليون واحد العدد ديال المؤسسات 10 15 المليون يمكن تمويلها الا كان عندك دراسه مضبوطه الى اخره، ما فيها حتى اشكال. دابا بلادي ما كيجلس كينتظر. شنو كينتظر؟ الله اعلم. يعني شنو اللي لا ماشي كيمنعني. انت قاري، انت دابا راك انت درتي جيستيون. واه لا ماشي اللي كيمنعني، انا قلت لك هذه غير ماشين وحده. يعني الا جمعنا يعني لي ماشين، يعني غتخصك الغساله واحد. واخا خلي في المجموع. المهم المجموع كامل تقريبا واحد 25 حتى 30 مليون. شنو اللي منعك انك كيف ما قالوا لك تقصد البنك باش انك تاخذ؟ واش تخوف ولا ما لقيتيش اللي ينصحك؟ ولا شنو اللي مانعك؟ الابناك ترغب وتبحث على الناس اللي عندهم المشروع. خاصكم تعرفوا هذه القضيه. الابناك كلها، ويعني خصوصا بعد النداء ديال الملك محمد السادس باش الابناك والمؤسسات تنوض تخدم، راه باغي الناس اللي يجيو عندهم وتوجهوا لهم. هذه مناسبه في هذا البرنامج، كنتمناو ان توفق، ولكن دير المجهود ديالك وسير لاي اقرب بنك منك واشتغل معاه. ايوا ان شاء الله. شكرا. احنا راه التجئنا دابا الميديا ان تي في مع بالفعل مع ديرك ديال التوفيق ان شاء الله. شكرا. علاش نتمنى لك التوفيق. شكرا.